سيد سعيد العائدي، العضو الهيئه التنفيذيه لحزب الجمهوريه والوزير السابق للتشغيل والتكوين المهني. اهلا وسهلا بك في مدينه الحرمات وعلى جاري تانفستيغ اون تونيزي. عالسلامه. سيد سعيد، شنو كانت انطباعاتك بعد هاللقاء الحواري مع شباب الحزب الجمهوري وشباب الحمامات حول موضوع التشغيل وتشغيل الشباب بصفه خاصه؟ هو كان لقاء مع شباب الجهه الجمهوريه، مع شباب الجهه. اولا باش نقدموا لهم برامج تجاه برامج الحزب الجمهوري وبصفه من هكا الاتجاه نتاع الاتحاد نجال تونس فيما يخص تبديل موال الاقتصاد نتاعنا، وفيما يخص افق التشغيل، شنو هما الصعوبات اللي عندنا اليوم، شنو هما الحلول، وعلى المدى الطويل وعلى المدى المتوسط وعلى المدى القصير. كان تفاعل ايجابي جدا مع اهالي حرمات، مع الشباب، كثير الاسئله فضلوا بهم، وهذا يظهر لي معناتها العمل السياسي لابد من التعامل ومن الاتصال مع المواطنين، خاصه مع الشباب، مش غدوة حتى البرامج اللي يفضلوا بهم أمام الشعب التونسي معناتها يبدأوا يتمشوا مع الأولويات الحقيقية الملموسة من طرف الشعب التونسي ومن طرف الشباب نتاعنا. سي سعيد، شنو موقفك ورأيك ورأي الحزب الجمهوري بصفة عامة من تركيبة حكومة السيد علي العريف اللي أعلنها البارح أمام رئيس الجمهورية؟ هي مش نعطيك موقفي خاطر ما حضرتش اليوم، كان اجتماع مكتب تنفيذي نتاع الحزب الجمهوري ما حضرتش فيه خاطر جيتوني الحمامات. انا يظهر لي فيما يخص لازم عقليه الحكم هي اللي تتبدل، لان نستناو في خطاب ولا في علي العريف باش يقدم امام المجلس الوطني التاسيسي شنو البرنامج الهام والمهم لبلادنا، امكانيه باش نوصلوا الانتخابات في مناخ سليم، في ظروف سليمه. ولهذا هما الشروط اللي قلنا عليهم، تحييد وزاره السياده ليس هدف، اما الهدف نتاعو هو تنظيم الانتخابات في ظروف اللي قلت عليهم سليمه. لابد مش تتكامل، تو الاشخاص اللي تسماو على وزاره السياده ما ثماش مبدئيا ما ثم علاش نشك فيهم، معناتها الشخصيات عندهم كفاءات وعندهم الامكانيه. لازم تعامل في الحكومه ينجموا يمشيوا لتحييد فعلي للوزارات هذم، ولابد من تكوين لجنه لمراجعه في التسميات اللي صارت خاصه في وزاره الداخليه في المرحله الفارطه. بعد على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي باش نقولوا ما ثماش تغيير، انه اللي ثم برنامج لما كيشوفوا على اغلبيه الوزراء اللي كانوا فاشلين هما قعدوا. دونك نتمناو البرنامج قبل ما نعطيو موقف، وعلى الاقل انا قبل ما نعطي نتمناو على الاقل نتمناو التوفيق مهما كانت الحكومه نتمناو لها التوفيق. اما النقطه الهامه لازم نوصلوا في اقرب وقت مش قضيه العنف في بلادنا نواجهوها بصفه واضحه، خاطر ما تتمشاش لا مع بناء الديمقراطيه لا مع الاستثمار لا محلين المشاكل الاجتماعية اللي الشعب التونسي قاعد تعب منه اليوم. سي سعيد، سؤال أخير، بصفتك وزير سابق للتشغيل نحب نعرف شنو رأيك في التحوير اللي صار على وزارة التشغيل وتعيين سي نوف الجمال اللي هو كان مكلف بمهمة عند سي عبد الوهاب معطر، وهل تراه قادر على تقديم الإضافة، خاصة أنه الكثير يعتبروه في ديوان وزير تشغيل سابق فاشل؟ والله ما نحبش نعلق على الأشخاص. السيد هذا قابلته مرة برك ما نعرفوش، نتمنى له التوفيق، هذا كان نجم أقول. ما نحبش نعلق على عمري، ما نعلق على الأشخاص، نتمنى اللي نجم يجيب حاجة إيجابية للوزارة هذه، اللي وزارة صعيبة، وزارة اللي معناتها لابد هي تطالب بالمصداقية والشفافية في التعامل مع المواطنين، وهذا كان ما لاحظناش في المرحلة مع الحكومة الفارطة. هذاك الارقام اللي كانوا يقول عليهم ولا وزير سابق تاع تشغيل خياليه ما مش حقيقيه، وهذا معناتها ما تتكونش بناء ثقه ما بين المواطنين وما بين الدوله بصفه عامه مهما كان الوزير. نتمنى له الوزير هذا، نقول له كل توفيق في مهمه صعيبه وصعيبه جدا. ما نعرفوش، ما نجمش نعلق على كفاءاته وعلى قدرته باش يهتم بالملف هذا الصعيب. شكرا لك سي سعيد العايدي.